أماكن العراقيين يخافون يروحوا لها، أنا عراقي أخاف أروح لها، بخصوص الشباب الكويتي والسعودي اللي كانوا بالعراق اللي إجوا من أجل الصيد ومن أجل أن يفوتهم ببر العراق. شوفوا يا أخوتنا الكويتيين يا سعوديين، خير دليل لذلك بأنه خليجي 25 كان خير موقف لإثبات العراقيين حبهم لكم، وفتحوا أبوابهم ومضايفهم وبيوتهم لكم. هذا مو فضل، بل هذا هو شيبة العراقيين وغيرتهم، هيش كبروا وعلى هذه التربية تعلموا. فاليوم العراقيين ما يخونون ضيفهم، صدقوني، ولا يدعون بضيفهم ولا يغدرون ضيفهم. فمن يفكر ذلك فهو خطأان. الأخوة الله يرحمهم إجوا ودخلوا للصحراء إلى أماكن محظورة، أماكن العراقيين يخافون يروحوا لها، أنا عراقي أخاف أروح لها، إن هاي الأراضي كلها ألغام بسبب عصابات إرهابية. تعرفون العراق كان يمر بفترة من الحروب من هذه الأمور. إذا اثنين توفوا آلاف موجودين حاليا بهذه الدقيقة بالعراق ويفترون بالبراري مع العراق بموافقات رسمية مع أخوة العراقيين. أنت من تجي للعراق تطلع للبري لازم عندها عراقيين وياك، ولازم أكو ناس تحميك وتعدل ليك الطريق. هذا خطر، هذا مو خطر. فمن موقف واحد الله يرحمهم لا تحكمون على شعب.